السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير. اليوم جاي بلكم شرح لأيردروب، بعطيك 10,000 عملة من عملة تيرك. سعر العملة تقريبا على كوين الكوين ماركت كاب 4 سنتات فاصلة 4. 10,000 عملة تقريبا بطلع ثمنهم 440 دولار، يعني دروب محرز. بتدخل على التليجرام، تعمل بحث، عفوا طبعا هذا الرابط راح تلاقوه اسفل الفيديو. تدخل على اير دروب، عشان تخلصوا بتدخل على هذا البوت، تعمل بدأ، بعطيك ستارت. اول خطوة لازم تسويها انك تشترك باحد الجروبات تاعي. طبعا ندخل على اي جروب، تعمل انضمام، تكبس، بتكتب هاي الجملة، تكتب تيرك 10,000 اكس، تعمل ارسال، ترجع للبوت، بعد ما عملنا انضمام كتبنا، بكتب لك اشترك بالقناة هاي، تعمل انضمام، والقناة هاي برضو بتعمل انضمام، تعمل تشيك انه خلصت. ندخل على تويتر، نعمل فتح الرابط، نعمل لهم متابعة، نرجع، بقول لك لازم تعمل لايك اند ريتويت، فتح، ننزل نعطيهم لايك رتويت، اعاد التغريدة. بعدين بقول لك كون بدك تعمل اد للعملة على الكوين ماركت كاب. طبعا دخلت ما دخلت تتوقع 99% مش رايحين يعرفوا، لكن اذا عندك حساب تعمل لهم اد، بتحط لهم نجمة هنا، انا ما مسجل. وكمان بدك تدخل، تدخل هون، انسى برضو هون هاي الخطوة، وانسى هاي، بالله تسع اخر خطوة. اخر خطوة بقول لك سنت يور رتويت، اخر خطوة اللي هو بتدخل على تويتر، فتح، اخر خطوة بتويتر، طبعا بتروح على حسابك، على حسابك الشخصي. هاي بندخل لهم على الحساب، ملف الشخصي، تنزل بتعمل نسخ للريتويت اللي عملته، هاي نسخ رابط تغريدة، ترجع للبوت، تعمل له لصق، ترسل. بعدين بحكي لك انه دخل الادرز تبع المحفظة. انا اسف صارت معي مشكلة، بننسخ الرابط تبع بي ام بي سمارت تشين، تعمل ريفيو، تعمل كوبي، ترجع البوت، هاي انا اعطيته الادرس، كتب لي انه تم. وهيك ان شاء الله خلال 48 ساعة رايح تحصل على العملة، تيجيك على المحفظة تبعيتك، تنزل عندك بالمحفظة. يعطيكم الف عافيه.